هلا، شلونكم؟ هسه ان شاء الله راح نخلص الجزء الاخير من هاي المحاضره، اللي هو راح يحكي عن ال benign nodule and cyst. اول واحد هو يسموه كيليزيان او يسموه الميبوميان سيست، فهو من اسمه ميبوميان سيست او كيليزيان. هو هذا شنو؟ عباره عن كرونيك لايبو جرانيولوميتس انفلاماتوري ليجن. شنو فكرته؟ هاي الأورفيس، احنا مو قلنا انه الميبوميان جلاند موجودة قاعدة بنص التارسس بليت وتنفتح بالوايت لاين، هذا الفتحة مالتها الأورفيس راح تصير بيها بلوكينج تنسد. فهذا السكريشنز مالتها الليبد، يعني مو اي سكريشن، ليبد، راح يتجمع ويصير بيه ستاغنيشن. فهو يعني الكاليزيوم مو انفكشن، هو عبارة عن بلوكيج بالأورفيس مال الميبوميان جلاند. عادة يكون فريكوينت بالناس اللي عندهم مشكلة بالسبيشيوس جلاند، مثلا سيبوريك درماتيتس او اذر، يعني جلاند سبيشيوس جلاند ديسفانكشن. البرزنتيشن مالتي راح يكون يعني بينلس، يعني هاي مهمة، انه بين فري نوديول اسوشيتد وذ بلارينج اوف فيجن. طبعا هنا يقول لي الساينز مالترس راح يشوفه الصورة، يكون round firm lesion in the tarsal plate، ويكون عندنا polypoid granuloma on inversion of the lid sometimes associated with blepharitis. هسه يعني راح اشوفكم صورته، هذه بعشون round، او هذه round يعني firm lesion بالترسل، هاي مكان الترسل، ويكون pain free تمام، وpolypoid من سوين inversion لل يعني للليد. التريتمنت مالته هو surgery first line most common method، عادة خاصة إذا recurrent أو multiple، بس قبل هذا هو رجال كبير أو مريض كبير لازم تسوي بايوبسي، تعمل تسوي exclusion للكارسينوما. وأن كذلك الستيرويد injection ممكن أنطي، success rate مالته 80%. طبعا الستيرويد يتقلل inflammation، إذا من يعني ما نجحت ما صار بيها response أعيدها ورا أسبوعين. وكذلك ممكن أنطيك prophylaxis tetracycline خاصة بذول اللي عندهم سيبوريك جلاند ديسفانكشن. طبعا بس عندي ملحوظة هنا انه السيرجري مالت الكيليزيون اني يعني اسويها، يعني انا هسه عندي كيليزيون هذا قبالي، اجي هيج قبال افوت سرنجة او من اطلعها، لا لازم اسوي انفيرجن للليد وافوت من الكونجنكتايف عليها. تمام، يعني اني فسرتها انه هي اقرب، يعني اني هسه اذا اريد افوت من نوني من السكن لازم اخترق كل الليارز، لازم اخترق السكن، اخترق السبكوتيني واسفوت، اخترق المصل، واخترق السب اريولار تشيو، يلا اوصل للترسل بليت. اما هنا انا مجرد حاخترق الكونجكتيف ويطلع قدامي الترسل اللي هو بي يعني الميبوميان جلاند وصاير بي الكيليزين، فمنه انا اسهل يعني من الكونجكتيف الابروتش راح يصير. ان الثاني يعني سيست او نودول هو يسموه internal hordeolum أو hordeolum. هذا internal hordeolum هذا مهم، نعم مهم. احنا عندنا internal وعندنا external hordeolum. شنو السبب انه احنا سمينا internal external؟ هسه راح نشوف شنو هو الانترنال. internal hordeolum هو عبارة عن small abscess caused by acute staphylococcal infection. هنا هذا infection مال منو؟ مال الميبوميان جلاند. يعني الميبوميان جلاند ممكن يصير بيها كيليزيان، ممكن يصير بيها هورديولوم. الهورديولوم هو infection staphylococcal infection of the meibomian gland. يقول لي الساينز مالتها مهمة، tender inflamed swelling وين؟ بالتارسل بليد. بالتارسل بليد يعني اولا تندر، وين مكانه؟ بالترسل بليد. التريتمنت مالته هو يعني هو نتيجه انفكشن، فانطي انتي بايوتيك يعني توبيكال اوينتمنت او سيستميك اذا اسوشيتد وذ ليد انفكشن، وممكن كذلك اذا شويه هدا يعني الانفكشن يروح
سبسايد يعني، افتح وسوي كورتاج. فهذا هو الانترنال هورديولوم، قلنا انه هو انفكشن سفلوكوكال انفكشن او ميبومين جلاند. الاكسترنال هورديولوم هو هم سفلوكوكال انفكشن بس مال من؟ مال اللاش فوليكول والجلاند اوف زيس، فلذلك احنا سميناه اكسترنال. اكسترنال لان بالجلاند اوف زيس، احنا قلنا جلاند اوف زيس انتيريرلي يم اللاش فوليكول، والميبومين جلاند وين؟ بوستيريرلي بالتارسل، فلذلك الاكسترنال يعني بالجلاند اوف زيس، الانترنال هي بالميبومين جلاند. الساينز ما تهم تندر انفليمد سويلنج، بس وين؟ بالليد مارجن، بالليد مارجن مو بالتارسل، ما له علاقه بالتارسل، هذا بالليد مارجن يعني يم الهير فوليكل. اوكي، التريتمنت ان هات كومبرسز يعني تعم نسوي نفاس ديليشن، كذلك لوكافاكشن يعني نسوي مثل يعني ما يخلي يصير ستاجنيشن عندنا، كذلك توبيكال انتي بايوتيك لانه هو انفكشن، سيستميك انتي بايوتيك اذا عندنا بريسبتال سيلولايتس، وابيليشن انه اني اشلع الشعر عن طريق فورسبس. ليش هنا عندنا ابيليشن وبالميبومين ما عندنا ابيليشن؟ بالاكسترنال هورديولوم لان قريب من هو اصلا باللاشز صاير بالهير فوليكل لان بالجلاند اوف زيس، فيعني اللاشز شوي تكون مشكلة. اما الانترنال هورديولوم فهو اصلا بعيد عن اللاشز والفوليكل. فهسه احنا حكينا عن البناين سيست، حكينا عن الكريزيان اللي هو كلوجر اوف دي ميبومين جلاند اورفيس، الانترنال هورديولوم اللي هو عبارة عن اسافلوكوكال انفكشن اوف دي ميبومين جلاند، والسوالينج راح يكون والتندرنس بالتارسل بليت. اما الاكسترنال هورديولوم هو عبارة عن اسافلوكوكال انفكشن اوف دي جلاند اوف زيس بال يعني هير فوليكل، فلذلك المشكلة راح تكون يم الليد مارجن. اما هسه عندنا الموضوع الاخير وهو المهم، يسموه الكرونيك بلفرايتس. الكرونيك بلفرايتس يقول لي هو انفلاميشن اوف ذا ليد مارجن، هو كرونيك يعني كرونيك كونديشن فيري كومن، ويكون عاده بايلاترال سيمتريكال تو ايز. التايبز يا اما يكون انتيرير بلفرايتس، احنا قلنا الليد مارجن انتيرير هاي اليم اللاش نوكي، بوستيرير هاي جماعه الميبومين جلاند والكونجكتيف. فيقول لي الـ types of chronic blepharitis يا أما anterior اللي هو مثلاً عند staphylococcal infection or seborrheic dysfunction، الـ posterior هي قلنا ميبومين gland dysfunction and inflammation أو يكون mixed. يقول لي symptoms مالتها بصورة عامة سواء anterior or posterior: burning, grittiness, photophobia, crusting or redness of the lid. وهاي السيمتمز كاركترايز باي ريميشن اند اكزاسربيشن، وعادة هاي السيمتمز تكون يعني اسوأ اثناء بالمورنينج، وهذا السبب كلش مهم دائما يجي ام سي كيوات. ليش؟ يعني هنا راح تكون احنا كلها قلنا بيرنينج جريتنس، هاي الجريتنس نحسها باثناء بالعين كلها، بس ليش احنا نحس بيها الصبح اكثر؟ لان اني من اني نايمة راح هاي الليد يحتك بالأوكيلر بارت أو البالببرال بارت أكثر، يعني كانوا مال الجفن كله ينسد على العين، فراح نحس بهاي يعني السيمتمز أكثر. أما هسه حاجي بهاي الصفحة الأخيرة عن الساينز أوف أنتيرير بلفرايتس الكومبليكيشن والتريتمنت، وحاجي عن الساينز أوف بوستيرير الكومبليكيشن والتريتمنت. أول شيء signs of anterior blepharitis يقول لي أولا بالسلت لامب راح نشوف إنه الليد مارجن anterior lid margin يكون hyperemic أحمر وبيتلنجكتازيا، وكذلك الليد مارجن ممكن يكون scarred أو hypertrophied نتيجة recurrent infections. ممكن نشوف scales، هسه راح نشوف صورته scales يجعبالك يعني قشور. الcomplications مالته إنه راح يكون عندنا external hordeolum اللي هو بالانتيرير، وتير فيلم انستابيليتي نتيجة ابنورمال ليب سكريشن، وهايبر سنسيتيفيتي تو ستافيلوكوكال اكزوتوكسين، يعني راح يصير هذا الاكزوتوكسين راح يسوي مو بس يعني مشكله بالبلفرايتس، راح يسوي لهم كونجكتيفايتس
كيراتايتس اللي هو inflammation of the cornea أو punctate epithelioma، وكذلك من الكومبليكيشن هي تراكيسيس اللي هي backward يعني backward abnormality of the lashes, medarosis loss of the lashes أو polyosis white hair. هاي بالنسبة للانتيريور بليفرايتس. مالتها التريتمنت هو الليد هايجين، انه نعلمه ينظف يعني هاي الكراتس او السكيلز يوخرها عن طريق سكراب، اما يعني هو هذا فد يعني مستحضر جاهز او قطنة يخليها بشوية مي حار وارم ووتر وبيبي شامبو، يعني عادة ما يأذي العين البيبي شامبو ما يحرقها. كذلك بما انه هو يعني انفكشن فتوبيكال انتي بايوتيك اوينتمنت مثلا فيوسيديك اسيد وويك توبيكال ستيرويد تعمود يقلل الهايبر سنسيتيفيتي وتير سبستيتوت باعتبار ممكن يصير عندنا دراي اي. دراي اي هاي مهمة. اما بالنسبة للبوستيرير بليفرايتس ايش راح نشوف؟ راح نشوف انه اكو هو له علاقة بالميبومين جلاند، فراح نشوف small oil globules كابينج يعني تسد الميبومين جلاند اورفيس، ومن نضغط على التارسل بليت راح يجي عبالك حباية وعصريه هيك راح يطلع الاويل، وكذلك ممكن يسوي يصير عندنا كليزيان اذا يعني ظلت هاي الجلوبيولز ساد الاورفيس وظل يتجمع السكريشن وما يطلع يصير عندنا ميبومين جلاند سيست او كليزيان. وكذلك نشوف مرات inflammation diffuse or localized. الكومبليكيشن نفس تقريبا الفوق internal hordeolum هنا مو external internal هم hypersensitivity to the exotoxin بيسوي لنا conjunctivitis punctate epithelioma أو keratitis و tear film instability. وهنا ما عندنا مشاكل باللاشز، هنا مو قلنا اكو عندنا trachiasis medarosis polyosis، هنا أنا ماكو مشاكل باللاشز لأن هذا بوستيرير بعيد عن اللاش، أما هذا انتيرير قريب من اللاشز. أما التريتمنت أو دي بوستيرير بليفرايتس عندنا يعني سيستميك تتراسايكلين بما أنه هو انفكشن إذا مفهود إرثرومايسين، هم ليد هايجين وورم كومبرسز توبيكال استيرويد وتير سبستوت يعني artificial tear يسموها يعني قطرات بديلة أو صناعية. فبيج احنا خلصنا المحاضرة الحمد لله، بس أريد أشوفكم الصور وراها ننهي إن شاء الله. هذا احنا مثل ما قلنا هذا الكتروبيان، شو شلون طالع لنا اكسبوجر هاي بليفاراتوسيس دي يقيس الفانكشن مالت الليفيتر. هذا هم بليفاراتوسيس بايلاترال، هذا النيوروجينيك بليفاراتوسيس شو شون دي يقول للمريض دي يقول باوع بايجه، شو شون هذه الليد نازل نون المايوجينيك، هذا بليفارو فيموسيس قلنا بايلاترال توسيس تروبين راح يكون عندنا رونج اوف ذا بابل بروفيشر، وهذا الابونيوروتيك قلنا هاي كريس راح يكون عنده، والميكانيكال ذكرنا الاسباب مالته، وهاي التريتمنت العمليات مال التوسز اللي هي اما تكون ليفيتر يعني اقصها يا اما هاي يسموها فسنيدا سيرفت اللي هي ترسو كونجكتيفال ريسكشن. هاي التراكيسيز انه اللاشز يرجع هيك يعني اللي ورا ويطخ بالكورنيا هاي. والتريتمنت قلنا اذا تروش راح نسوي له واذا يعني سيدوش راح نسوي له. هاي بليفاروس بازم، هاي المدروسز يعني loss of the lashes وقلنا اسبابها. اما هسه هاي النوديول هاي الكليزيان قلنا راح تكون painless round firm موجودة بالتارسل، بنسوي انفيرجن ما مسويها بنسوي انفيرجن راح نشوف بوليبويد يعني جرانيلوما ممكن اسوشيتد وذ بليفرايتس. هم التريتمنت مالته قلنا سيرجري يعني انسجن ودرينج، والسيرجري مالته عادة يعني قلنا
بالكونجنكتيف يعني كونجنكتيفال ابروتش. وكذلك ممكن ستيرويد قلنا اذا مفاد ورا اسبوعين نرجع. وتتراسايكلين بروفيلاكسس الانترنال هورديولوم هذا اللي هو قلنا انترنال هورديولوم هو عبارة عن يعني انفكشن سفي لكوكال انفكشن او دي ميبومين جلاند يكون تندر و انفليمد سوالينج بالترسل بليت. والتريتمنت مالتك انهم يعني توبيكال انتيبايتيك ممكن سيستميك او انسجن ورا ما الانفكشن يروح. وهذا الاكسترنال اللي هو يم اللاش يعني اللاش فوليكل يعني بالزيس جلاند وهم تندر وسوالينج بس يكون مو بالترسس مو هنا يكون يم اللاشز. والتريتمنت قلنا هوت كومبرسز توبيكال وسيستميك انتيبايتيك وقلنا ابيليشن يعني هاي الشعراي اللي طالعة من هذا المكان اقدر اشيلها بالفورسبس. اما عندنا الكرونيك مارجينال قلنا اكو انتيرير وبوستيرير وقلنا الساينز بصورة عامة وقلنا اكو ريمشن واكزاسربيشن وخاصة يعني يصير وارسنينج للسيمتمز واكزاسربيشن بالمورنينج يعني بالصبح واحد اول ما يقعد من الصبح هاي عينه متدمرة تحرقه وتوجعه. وحكينا عن الساينز اوف انتيرير بلفرايتس قلنا يكون عندها هايبريميا تلنجكتيزيا ممكن هايبرتروفايد وسكارد تكون عندنا سكيلز ممكن تروكييسز مدروسز وبوليوسز. السكيلز هاي شكل ايش شلون هيك عباك قشور هاي السكيلز فعادة قلنا انه ننظفها بسكراب او مي دافي وشامبو. مهم complication ممكن نسوي external hordeolum tear film instability او مثلا conjunctivitis keratitis epithelioma او عندنا هاي قلنا tracheosis medarosis وpoliosis. اما الـ يعني السين مال posterior يعني blepharitis شو راح نشوف؟ راح نشوف انه اكو small oil globule سادة الميبوميان جلاند اورفيسز ومن ندوس على التارسل بليت يعني اذا اني ادوس علي اضغطه هاي راح تطلع برا راح يصير هيك شكلها عبالك حباية عصريه تمام. وممكن اذا ظل ما محصوره وما يعني ما صار بها درينج تسويها كليزين تمام. وهنا بدنا نشوف كوساين اوف انفلاميشن هي شوي صار حمار عندنا. والمالت الكومبليكيشن ممكن نسوينا internal hordeolum tear film instability وهم هاي كراتايتس وبنكتيت بثيليوما وكونجنكتيفايتس. والتريتمنت مالتهم كلهم يعني interior posterior هو lid hygiene topical steroid tear substitute لان هو يسوي dry eye و antibiotic topical ointment. ليش خلصنا المحاضرة الطويلة مال الايليد ان شاء الله.